لطيفه، في حوارات كتير ليكي كنتي دايما بتتكلمي على الجنسيه المصريه ان انت ما خدتيهاش، كان نفسك تاخديها وما خدتيهاش، هل خدتيها؟ انا يعني بصي هقول لك حاجه، والله يا سمر اقسم بالله يا ناس اللي بيشوفوني، انا انتمائي لمصر والله العظيم ما هو مش محتاج. بصي اقوى بكتير من اي وثيقه، ان كانت جنسيا كان باسبور، طبعا شرف لاي حد يكون عنده جنسيه المصريه يعني بجد يعني. لا انا عايزه اقول لك ان انا بعمل اقامتي وبتتجدد كل سنه يعني. ما خدتيهاش؟ لا انا عندي باسبور واحد، هو باسبور تونسي. بس كان الموضوع ده كان مؤثر فيكي؟ انا عايشه في مصر بقالي 30 سنه، درست في مصر، و يعني مصر تقدري تقولي يعني بلد احتضنتني يعني طبعاً. انا اللي عشته في مصر اكتر من اللي عشته في بلادي يعني في تونس، ولكن النجاح اللي انا خدته في مصر وحب الناس وحب الفنانين والدنيا كلها يعني ما يتوزنش بحاجه. يعني في ناس دايما كانت بتتكلم في حته ان انت بعد ما غنيتي في اوبريت اخترناك كان المفروض تاخدي الجنسيه وما خدتيهاش، اتقال كده. اشمعنى؟ ما انا غنيت قبلها كتير وبعدها كتير. معرفش، بعد اخترناك اتقال كده ان لطيفه كان ممكن تاخد الجنسيه. دي على فكره وديع الصافي الله يرحمه لما غنى عظيمه يا مصر اخد الجنسيه المصريه. انا بالنسبه لي لما غني لمصر مش عشان حاجه، عشان انا بحب مصر. اكيد لا، ده شيء متاكدين منه. انا بموت في مصر يعني.